السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جرينكس باك مجيب. بكلمكم اليوم عن الشيل سكريبتنج والتكرار باستخدام لوب باستخدام فور الدرس الثالث. طيب اليوم نشوف كيف نتعامل مع التكرار بطريقه انه تستخدم سلسله في متغير معين. اوكي، فبدل ما انك تكتب خلينا ندخل مباشره نسوي لنا نانو بسامي المفاذة فارز دوت شل. اوكي راح نسوي طبعا بالبدايه بن باش ولا بن علي الفولو صح تبغى اشتراك. طيب راح نكتب اسمه متغير، طبعا راح نسوي متغير نسميه الري بالشكل هذا يساوي، طبعا ما جربت لكن بجرب ان نسوي بالوايلد كارد، نستخدم بالوايلد كارد اوكي، بحيث ان نجرب نسوي مصفوفه من الوايلد كارد. طيب etc نجمه دوت كوم، انا ايش بسوي هنا بالضبط؟ انا بسوي فور اوكي يسوي لي لوب داخل etc بحيث انه يستكشف لي اي ملف نهايته كومف، فبيسوي فور يسوي ليست بسرعه ويجيب هن لي. اوكي طيب شيء طيب. طيب راح ننزل هنا ونكتب فور مثلا فايلز ان، طبعا بما اني سويت مصفوفه اوكي، طبعا هذا بيكون فيه متغيرات كثيره، فكل متغير بيكون له رقم بالمصفوفات، مصفوفه 0 1 2 3 الى اخره، فبيكون شكله غير هالمره، بيكون ثاني من ابواهم يعني، فبنسوي علامه تنصيص بالشكل هذا، ثم نحط علامه دولار اقواس كبيره اقواس صغيره 2، ثم نكتب هنا اسم المصفوفه الري، ثم نحط هنا علامه اللي هي ات علشان نسوي وصول على المصفوفه، لانه كل مره بتغير المصفوفه، فكل مره بيكون فايلز هذا المتغير بيكون محفوظ فيه اسم ملف جديد. اوكي طيب راح نسوي دو، ثم نسوي ايكو بالشكل هذا هوب فايلز، ثم نسوي دن. ايش بسوي الحين؟ راح ادخل على اللي هو etc ثم يقلع من داخل يدور لي كل الاشياء اللي فيها الكونف ويعطيني اياها. طيب تشينج مود زائد اكس على فور فارز تشينج مود مو بتشينج موس. طيب ثم نقوم نشغل فور فارز اوكي فور فارز، قام الحين اعطاني كل شيء فيه كونف. طيب ممكن اننا نضبط نجمل الموضوع شوي، ندخل هنا ونسوي تعديل ونقول والله اف اوكي حاول تحاول نذكركم بالدروس اللي راحت، فبنسوي شغله زي هذه نتاكد من الملف هو موجود ولا لا. بشوف غير تراي اوكي راح اسوي ناقص اف عشان نتاكد ملف موجود ولا لا. فايل اعتقد انه كذا يكفي صح؟ ايه يكفي. اند هم بنسوي ايكو اسم الملف فايل فاوند، يا سلام. او نكتب هنا، لا ما لدي اعذرون ليش؟ لانه هو ما بيقعد يدور وبيلقى له حاجات ثانيه، هذه بتفيدنا لو كنا محددين اسماء ملفات معينه اوكي؟ فبنكتفي هنا اوكي؟ نسوي كذا ونشغل اوكي؟ فبدل ما يعطيك ما اعطاني اسم الملف ليش؟ ايكو فايلز اوكي الحين بيقول لك انه هذا موجود هذا موجود هذا موجود هذا موجود، فقط من باب انه لقى ملف، لكن هذا بتفيدنا تدرون وين؟ لو جينا سوينا الري جديده وسوينا مثلا مصفوف بالشكل هذا عبيناه اشياء ثانيه، فنقول ابحث عن ملف etc اف ستاب اوكي etc apt مثلا sources dot list، طبعا هذا موجود لان على اوبنزوز الحين، ابحث عن مثلا etc resolve اوكي مو موجود ثاني موجود بالتوار. طيب راح نشغل الحين هذا نجرب too many arguments كمان اي صح نسيت نجي هنا انا اليوم حشيش بكم تحشيش نص يكفي هذه مو مصفوفه اللي تو مصفوفه هذه عاديه array اوكي بالشكل هذا. الحين هو راح يدور على السلسله هذه لاحظ انه اف استاب فقط هو اللي موجود وقال لك انه فاوند. احنا ممكن نزبط اكثر ونقول اذا كان نوت فاوند، الحين نستفيد من هذه الشغله نقول ايكو طبعا هذه او طبعا او فايلز نوت فاوند اوكي راح نجي الحين نقول دز اذا لقيته قول لقيته اذا ما لقيته قول له ما لقيته، فيقول لك هنا انه اف استاب موجود سورسز ليست غير موجود ريسولف غير موجود اوكي نشوف ان شاء الله الدرس القادم تعلمنا اليوم كيف نسوي دمج الاشياء كثيره داخل متغير واحد، هذا ما يعني انه
الشغله فقد الملفات، انت ممكن تعبي هذا اي شيء ثاني، ممكن الري هذه تقول والله ابي احط مثلا اسماء سيارات مثلا كي مثلا كامري مثلا كورولا مثلا يارس اوكي، قاعد اسوي دعايه تويوتا انا مثلا اكسنت اوكي، ثم نفس الطريقة ولكن لأنه هنا مو بطريقة ملفات، هي ما راح بحث الملفات، فاحنا حابين نعرض أسماء شو اسمه السيارات فقط، راح نسوي إيكو فايلز، طبعا فايلز ممكن تغيره بعدين تسمي كارز بكيفك أوكي. لاحظ أنه أعطاك إياه، الفائدة من هذا الموضوع أنه يكون أكثر تنسيق للفور. نشوفكم إن شاء الله في درس قادم، مع السلامة.